Alimul Hakim. Ayet-i me, tadi me goçe, le mescidun usise alet takva min evveli yevmin, ehakve en takvume fihi, hak trekutu, yani, eva avul hati avakirin, temeli ve hati avetine eve, eva ehak trekutu harid vedal meşki, o sebep gidici, fihi ricalun yuhibbune enniyete taharu. Fi ricalun duve camiye da hene, ricalun hene ki insanı ku yuhibbune enniyete taharu, dokozun ku tahir bükün. Hem eve beje jenecaseta maddi, hem je eva manevi. Qile, lemma nezelet, vakti ve ayeti nazil bu, meşa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ma'ahu el muhacirune. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meşiya opera muhacirci hebu, hatta vakafe ala babi mesir-i kuba. Şul ber deri mesul kubay sakini fe izen el ansaru culusun diku ansari ul veda tavrul iştine fe kale peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e mu'minune entüm bugün muslimanın ve mü'minin fe seketel kavmu tamam sakini sümme e'ada fe izen tekrar ki fe kale Umar ya Resulallah innehum le mü'minune ve ene ma'ahum ev muhakkak mü'minin ecibu an ramet şuma şübhe ki tened bir adam. فقال صلى الله عليه وسلم أترضون بالقضاء بحكم قضاء الرازين قالوا نعم قال أتصبرون على البلاء ونسى البلاء صبركم قالوا نعم بل أم صبر جدكم قال أتشكرون في الرخاء وندفري بولغية دجون شكر قديتكم قالوا نعم قال المؤمنون ورب الكعبة أكو أواب أصندهم رب الكعبة والمؤمنين فجلس رودني ثم قال يا معشر الأنصاري أي جماعة أنصارية إن الله عز وجل قد أثنى عليكم ربي عالمي فصن وذا مدح وكرية فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الخائط وقت طارت دزميجي ونشبكن ربي عالمي قلت في رجال يحبون أن يتطهروا أبي آية الحقيقة وذا نصب بكا دزميجي و وطارت وشية فقالوا يا رسول الله نتبع الخائط الأحجار الثلاثة و پیشی طارت امسی کبره خو پاکشت کن سوم منو تبیع الحجار الماء و دپایت پایت کبره داشی ام آوی خو طاهر دکن فتلا النبی صلی الله علیه وسلم به انصار میو شقیقون فیه رجال یحبون ان یتطهروا گو دیده هن کی انسان هنه کد خوزن خو طاهر و قریه ان یتطهروا تید تید دخم جی هاتیه یتطهرون اینه یتطهروا تید تید دخم جیه من إدغامي بدغمي وقيل هو عامل في التطهر من النجاسات كلها ش تمام نجسية بكل برنة أبي بدني تنة وقيل كانوا لا ينامون الليل على الجنابة أمنا بجنابة بنا أصلا رنزن بشا ويعني شو جنابة أقول هل تاني هيدا أطر رنزن ويتبعون الماء أسر البولي وجي طارت جي الميزيجي آوي ليتكن شوشتن وعن الحسن عشان بصري هاتي روايات كرن هو التطهر من الذنوب بالتوبة قوتي او ام يطهارة كو جأسني قنا خو بالتوبة طاهر ذكرن يعني لك بين جاستا الطهارة معنوي قرتي حسن بصري وقيل و و و ويتبعون الماء اثر البولي ابي جيكو ليد بنا جيكو العرض تقول له افيل ويتكر ويتبعون الماء اثر البولي بل جيكو ليد كر العرض شاف وزاد التباس انا يا بل اي والله يا ولد العرض اقول عرض افيل عرض كن اي عرض باقشتن خو باقشتن باقشتن خو يتبعون الماء اثر البولي اثر البولي جيكو ليد منين انا ما بيا جو ويتبعون الماء اثر البولي يعني بشتي طارته جي ام زي اوبيلك باقشتكن حسن بصري قوتيه يعني مقصود جي طهارتا جيتشيه طهارتا جي غنايه يعني طهارتا معنويه بالتوبه جي غنا اخو باقشتكن ها وقيل قيل قوتي يحبون ان يتطهرون معنويه وبالحمى وطاهر ذكرن بس سطماء او سطماء المكفرة المكفرة للذنوب تمام او ابا كتبوا كفارة جنوي ورا فحموا عن اخرهم حتى يعني تمام وان وصب وي وي سطماء ذكتنا او حما يعني سطماء او يعني يحبونه يحبونه
بزيجة التحرر دخوستنا دخوستن بنا خوي شيء بكتنا بكتنا خوي أو يك كفالك شو بيقولي وانا دخوستنا أبي قيلة يا أبي قيلة يا فإن قلت أجبت بيجي ما معنى المحبتين نوصل يعني ردع دعم رجال يحبون أن يطهروا في رجال يحبون أن يطهروا دم حبت شنك دم حبت هنا في رجال يحبون أن يتطهروا نبو بس صبر كده والله يحب المطهرين دقيقة لو دم حب والله يحب المطهرين يعني أوج طهارة يحس كن خداجي يجي مطهرين أحس ك أو دحب له ده أنا تمام قلت أزبي معناه في أوه محبتهم لتطهري او تشواش طارتي حسكرين انهم يؤثرونه يؤثرونه او ترجيح تكرين ويحرصون عليه حرص المحب للشيء او اوصى حارسه لسلمون شواكو انسان كي جي حارسه لتشتسر تشتكي بكو جي حسكة تشقى وصى بيبا تزلقي ابانا جاوكو اقوى طهارتي ما تزلقي او لشيء المشتهي له أبيك اشتياه ويتشتي تشينا على إصاري ويترجع تكون لسر غيري ويتشتي أبانا الطهارة أو قصة بيترجع الطهارة حز ذكرن يحبون معنوي أوى يعني حز كرنا وانجي حز ذكرن معنوي أوى يعني ويترجع تكون لسر طهارة يعني مثلا شو إنسان يشتكي حز ذكر ويترجع تكون لسر غيري بي أبانا طهارة لسر غيري طهارة ترجع تكون إجا خدا شو جوان حسك ومحبة الله تعالى إياهم حسكرنا خدا جوان رأوا أنه يرضى عنهم خدا جوان راضي به ويحسن إليهم وخنجيب وانك كما يفعل المحب بمحبوب به شو إنسانك المحب ج محبوب أخو حسك إنسانك ج يارو دوست أخو حسك شقا خنجيب بيرافك رب العالمين جوان إنسان متطهر وصحيح ذكا وأوقع قنجيب وانرا ذكا تمام مالين فين قبل أو تشو أفمن أسس بنيانه على تقوى بعث عندي فانا هبدو جامعة ويبقى جامعة مسجد قباية وجامعة ضرارة أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جر فهاري فأنهار به من الجنة خير اوا افمن افمن اسس اوا وقتي تاسيس كن تملي وهاتي ابيتن بنيانه افمن اسس بنيانه تملي وهاتي ابيتن على تقوى من الله لسر تقوى جخدا يعني لسر حقيه لسر حقيه لسر عدالته لسر باشيه لسر طاعته عبادته لسر راضبونا خدي وهاتي ابيتن ابي سبب تقوى تقوى من الله ورضواني والراضبونا خدي هاتي ابيتن أبي خير أف من أسس بنيانه وعلى تقوى من الله ورضوانه خير أبي خير أم أبكم مسجد القباء أم من أسس ياجي أبا قواتي تأسس كرن تملي وقت بنيانه تملي على شفا جر فهاري لسر كناري على لسر كناري جر فهاري يعني لسر كناري وكان نوالكي كو جره في نهارين كو هلوشه فانهار بي في نار جهنم كو اوي وي غير بك وان غير بك اغري جهنم يعني وصل كنارك وصلن كو او اوي عيشه وان اوي وان تشوب كه وان غير بك وان ترى بك بك اغري جهنم يعني عيشك وصا طالك وعيشك وصا نبخي كرنه إيش مثلا أفمن أسس بنيانه يعني أفمن أسس بنيان دينه يعني دعوتنا أو أنا شو بيجا دعوتنا تملي دعوتنا بجامعة دا ها أو كسي من دمك يوجد مقصود بك شخص قصدك ها أو كسي كو يعني أسس بنيان دينه كو تأسيس كريا تملو أو كدينه على تقوى لسر تقوى أمان أمن أسس خير أبي غيرة بيقول أو من أسس بنيان ديني على شفا جور فيهار فنار الدنيا تمام أبي أنا شو بيجا والله لا يهدي القوم الظالمين خدا تعالى
قوم ظالم هلاكناك رجشا ونار. قرية أسس بنيانه هات يخونن وأسس بنيانه جد بنيانه وقت بنا فعل من أو كسب آباكرية تمن يا يا أسس بنيانه يا جاء أبيك يا أو أويك تمن هاتنا آباكرية هاتنا هاتنا تأسس كن إجا أو بنيانه بنا فعل على البناء اللي فاعلي هو المفعول هم بنا فاعل أسس وأسس بنا فاعل ومفعول و وأسس بنيانه جات يقولنا مني وأسس بنيانه أسس إجا أسس جمع كيات يا جمع أساسي أسس جمع أساسي أسس بنيانه جاب إضافة يا مني على جمع أسس على الإضافة بإضافة أسس بني أسس يأسس أسس أسس جمع وأسس بنيانه إجا تملي يعني وان تملني آبا كرنا ويا تمام إجا أو بنيان تي إضافة كرن بال أسس با أسس بجمع تيا جمع أسس وعلى الإضافة تيش وأساس بنيانه وأساس بنيانه بالفتح والكسر بنيانه وبنيانه بهذه جت يقولنا بالفتح والكسر جمع أسين وأساس أساس جمع أسي جت طم أساس أساس جت بجمعته إذا جمع أسي وآسو بنيانه وآسو على أفعال أساس وآساس بنيانه أساس أفعال إيش شبابي أساس يؤسس مثلا أفعال إذا مثلا أف على يفعل أفعال مثلا جمع أسين أيضا أو جمع أسيت وأس بنيانه جاب وأس وأس بنيانه وأس بنيانه يعني إيش بإضافة أس يعني إجا ن أساس أس بنياني جات يقولنا تمام يعني أشاي واري معني وانية كن أبانا تب قراءة يعني يا تب قراءة وان أو ببين وين عطنا يقولنا منين قرأ نافع وابن عامر أسس بنيانه بدم الهمزة وكسر السين ورفع النون والباقون إجا قراءة دم تب بفتح الهمزة أسس قلنا والسين ونصب النون إجا أساس بنيانه أو سبنا من بنيانه تمام بني والمعنى أفمن أساس بنيان دينه أو كسي قيكو آبتيا تملي يعني يعني قوي كريا تملي دينه على قاعدة نسأل تملك قوية محكمة قوتية جشرية وصالمة أو جشية أو تملك دينوية وصالة وما الحق الذي أو حقية وقوية هو التقوى الله ورضوانه وأوش تقوى خدية ورازبون خدية أكسك تملك ديني قول السر حق تقوى ورضوان خدية يكيك أو تملك ديني قول السر يا آبت به أو خير أم يا خير أمان ما يقول أو كسب أسسه تأسيس تمني دين خوكي على قاعدة لسر تملكك هي أضعف القواعد أن تمني ضعيفة وأرخاها ويجب دها سستوبستوا وأقلها بقاء أن هندك أو تمل صغلا من القيام منه أو يشيء هو الباطل والنفاق هم باطلة هم نفطية الذي مثله أو باطل نفاق كخدايت على مثله يعني مثل بني مثله مثل جرانية مثل شفا جرفي هارين وكا مثلا أو كنار بني كنار جرف جرف يعني أبي أنا شو بيجا بني كنار وصا كو آب وصا آب دينا والد عليه دخل جوهي كي تشبه جي كنار جوهي را كو هما آبا باك جيلي خا تيخوري أو كوي
kenare cüheki ku hari ku say vere khoriya. Bine, şuma yani ev batılu nifakı benzetmişi biya kiriye örnek eş biyaniye fi kulleti sabati ku sahendik sağlam dikare bemine ve istimsaki hunan verdiya. Vudi aşşefel cürfi kenare ve cühe daniye fi mukabeleti takva da karşılığa takva ile daniye. Şuma لأنه جعل مجازا عما ينافي التقوى أبيا يعني مجازي أن يبيا يعني أب باطل نفاق أصلا لقارش تقوى باطل نفاق جرب وطا إجا باطل نفاق نقوت يه شفا جرفي هاري آنية مجازي أولا لك بقارش لقى تقوى إلى آنية آنية سيدا جرف تقوى قعفك بنا وسا ديواري كوش قعفك با إيه قبسة أنا أويشو جرف دبي دبي أب جرف بخو معناتك بخوزي أمي سيلي من أرمنا والله اعلم دربس جرفي 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 جمشتري معناتك وادبي ها او بيجا او انا جرفي بيجا تمام سيش قصه بك انا مش مالي ام دونت كن فين قلت اكتب بيجا فما معنى قوله في انهار بي في نار جهنم يعني يسوي بي ترب لما بيجا عمي ده معنى مش قلت لما جعل الجرف لا اتصابني بجران جرفي الهائرو اوي اوي كناري كوسا هد وشه تيقوري او مجازا مجازي ورا قني عن الباطل جبل باطلي با في يزك الكريه اوي كناري وبصا هد وشه للسر الوشان دنيا دل وشه باطل جبا قويه سمان دي جي باطل دا اني مني دقيق ها او شقيلة هاد بطل جرا فانهار به في نار جهنم اي ترك داخل جهنم ده معنى وشيه على معنى فطاع به الباطل او باطل ويوصى طاح يعني وصى وي 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 تبكينا ها وي تبكينا وي جيردك تمام فطاح به طاح به مثلا كنت طاح به ولا متعدي كلمه دقك يا ابن والله اعلم از معنى يوصى ظنه يعني كوسا وي بابجة كوسا داخل وشترد بعد اما اتبع دارا تشك بيش خلد بني طاعة بي صبر المق بني ölmek kaybolmak düşmek tamam tamam سيدا بيش غادي قباتك تمام صبر المق يعني تمام وي مصا وي صبر المق صبر المق صبر المق ها مني فانهار به في نار جهنم على معنى فطاح به الباطل باطل وي وصور مشتك في نار جهنم وي جيرك وي ترك اغير جهنم الا انه اجاب استعاره اني مثلا دشونا باطل دا شانيه دشونا باطل دا غوتيه جروفين هاري جروفين هاري بله جروفين هاري اني أبي استعارة كريه إجا وي استعارة هو تزيين كريه ترشيح كريه أو ترشيحه لأنه شبه المجازة بالمجازة ترشيح كيف بجيه بلفظ الانهيار بلفظ الانهيار يعني بلفظ الانهيار أنجا انهيار جرفي هارين رأي انهيار ج أو كرا تنا انهيار يعني بصا جباطل رأي جباطل رأي تنا يعني باطل بقدد شه يوقت بأ إجا أم جرفي هارين بصا هند وشهور دو بتي خوري ايجا جبري با انهياري جبو جوري في هاري لا آنية جبو ناكو اب استعارة بي وصا مزيام با تمام الذي او انهيارك هو للجرفي انهيار جبونا شاية جبونا جرفي راهية هل وشاندن جبونا وي كناري راهية هل وشاندن جبونا باطل را تنا بني وليصور وجبو بلا تصوير كرنا ان المبطل شيء باطل كأنه أسس بنيانا سانكي هاتية آباكرين بنايوي هاتية شكرين تمني هاتية أبداً على شفا جرفي لسر كناركي لسر كناركي كوسا همال هلو شاندرين أقبل على جرفي من أودية جهنم لسر كناركي جنوال جهنم عيني وقاكو لسر وي هما هاتبة آباكرين وفنهار بي ذلك الجرف
و او کنار هانه و صوی طارت که و فهو یفق عریا او یاری دبیش گر بود که به انجی کور جعنی بله و شفا الحرف و شفیر منه شفا دبیش چه؟ کنار و شفیر 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 سکینی یعنی دبی دبی لیوا کره آن شفیر او یعنی و و جرف الوادی جرف الوادی چه جانب و کناری وی الذي يتحفر او 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 وادي او كوتي كولا او او كناري مي كوتي كولاني يتحفر اصله بالماء بابي وصا اب ند خل 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 وصا كنار كا مثلا دنوالي دا دنوالي دا اب تشد تش و جهه كي تشد كه جوي جوي را كنار تشد به او كناري ويش بر كش خليه به ان تشتكي عندك ها ما تدي الاشياء تا غوري او وتجر رفه تجرفه وشيء السيول و وتجرفه السيول وإجا وي وي جيردك ويصب خرا مجرفتك مجرف يعني مجرفك ويصب خرا بخرا لي بخرا دبا بخرا ليت أوان كنارة دك تمام بخرا دبا فيبقى واهيا عندي ويدمينه وصل شيء واهي واهي شيء فيبقى واهيا اه واهيا واهيا كلمه كبر غريب لما غريب واهيا واهيا يعني وصا دكبه خور يعني ها واهيا واهيا شما واهيا قشوس بقوة دمينة طبيعا يعني يقول بسا قابلين تخلي 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 يعني بقوة دمينة ها اري فيبقى واهيا ها بقوة دمينة يعني هما هما تشكي جرا معنا يعني ويبغينا ويبغينا ها تمام سلام عين حسين تمام ام در باصلن و و و و والهار الهائر هار چیه من هائر هائر چیه و و المنصبع الذي ابي قصا چطلمشت به الذي اشقى على التهدمي اشفى على التهدمي هما هما للسر هلوشانني والسقوط سركتني اما دا قلت متصدق ابو المنصدق اما المنصدعه وهو المنصبع ابو قبول هرچبون يعني شطاق الخكريه واشفع على التهدم وسقوطي هما هما لكنار للبر ام بيجي على البر فلانشتي او البر اشفع على التهدم هما اري تقول وجهه تمام ووزنه وزن وزن هائر ووزنه فعيل نوصى علي بالي وزنه علي دب ساكنه دا تقدر تشوفها دوما دا فاعلون بالي شنو ساكن هائر يعني جفا اما فاعلون امن او فاعلون فاعل من هائر فاعلون اجا فاعلون او الف او شيء عزم بي فاعلنا بالي فهم كخليفه من خالفين شبه خليفن ج خالفنه الف او شيء عزفه بي خليفن اجا مثلا ها هائرن جي وزنويه فاعلنه والف او شيء عزفه بي فاعل بي هائر ها هائر اصلا تمام ونزيل شاق وساط شائكن سائتن اجا في شائك وسائت يعني بحسب همزه ها اثبت همزه شيء عزفه والف ليست بالف فاعل ألف وين ألف فاعلنا إنما هو عينه أو عين فعل أو يشور أو أو أبوك همزة يعني ها وأصله هوير وشويك وصويكنا إجا قلبه قلبه واو ويبش بيب همزة بيهائر شائك صائت قلبه واو بيب همزة قلبه واو بيب همزة بلي ولا ترى تنابني أبلغ ولا ترى تنابني كأبلغ من هذا الكلام جبي كلامي بل اختر تنعك رب عالم آنية تمثيلا يعني حق باطل حقية كريا بتقوى باطل كريا بچه شفا جرف هاري ولا أدل على حقيقة الباطل وكنه أمره وتو تشتكي جي كدرد سر حقيقة باطل وكنه يوجي جرشك دو أمر باطل كبك
tu tiştekî weka çi, weka ev şefa cûn fîhârî, nikare bîye tam ifade bike. Gerçekten batıl hemen hemen, yani li kenari helveşandiniye, o neredeyse şıkavli tırkava hemen yok olup gitmeye mahkumdu. Evet. Gidecek. Godine de tıkkede bilemez her ay tıkkede. Yuvucu. Godine de tıkkede, Godine de hoş hani ya. Estağfurullah. Ve kul ye, cürfün biskuli raiji atiye. Fe in kutte, kama vecuhu ma rava sibevahi an İsa bin Umar. Ala takven min Allahi. Bir tenmini okun diye, bir tenmini. Ev ka, ev, ev, ya vecihi bir çavaş etme. Kultu edebecim, kad cealel elifu. Ala takva, beri elifu. Takva elife maksule bu. İca ev elifavi çakiriye lil ilhaqi ev elifavi kad ceal el elife lil ilhaqi. Elifavi gudeş bi ilhaqiye la li te'nisi. Elife takvay jibuna ilhaqiye. İlhaq da diye mesela merhifin ki fi'la harfa duva nazilet ke jibuna ilhaqi. Kul milhaqi. Teyme tebu milhaqi milhaqi dehreceye. Tedehreceye. İhren cemeye. Mem harfa duva nazilet ke jibuna ilhaqi. Teybi laten. Ah, ija evdebi ev elifa takwaeji ne elifa tenisiye, jibuna çiye, jibuna ilhaqiye atiye lali tenisi. Ke tetren mesela, tetren çoğu ev elifa vi, jibuna elifa ilhaqiye, ne elifa tenisiye. Fimen nevvene, ev kese kub tenmin edgüine, debi takwa neme enese, tetra neme enese, ev elifa vi, elifa ilhaqiye. Elhaqaha bi ca'fere. تاتران في من نوانك بتنوين ليد خوينا تاتران تاتران جي بتنوين خوينا او جي وكا تقوان او جي الفا وجي بنا الحاقية نجب تنوينيا نجب تنوينيا الحقها بجعفرة يعني جعفرة وجي قرايا الله أعلم او جعفرة شما تخوينا يوم يعني الحق إجر جعفر شما شما هو عبارة هو شما قولي كيف ابو جده ما باص ضيا اه بلي بلي فريق وطني اجا بين ملحق بجعفر يا بني الحق بجعفر وفي مصحف ابي فانهارت به قواعده اما اجا بني فانهارت به في نار جهنم انا قلت يا فانهارت به قواعده قواعده وي يعني وصا شك مش بناء كتنا انهار انهار معنى شكمه يا وصا كتنا هلوشان بكرماجي ابن هلوشيه هلوش يا وقيل هنك القطية حفلت بقعة من مسجد درار قطية كولاني جيكي دي مسجد درار دا فرؤية الدخان يخرج منه ديت القطية دومان جدرته ديت القطية دومان جدرته وروية أن مجمع ابن حارسة كان إماما في مسجد درار أن مجمع ابن حارسة المجمع الحارسة كان إماما في مسجد درار إمام وان بيه المسجد درار إيه تمام إجا إمام وان بيه شو بيه كاي بيجه فكلم بنو عمرو بن عوف خبر ده ببن عمرو بن عوف را أصحاب مسجد قباء بن عمرو بن عوف يكو واني أصحاب مسجد القباء أري فكلم بنو عمرو بن عوف أصحاب مسجد قباء عمر بحضرة عمر خبرنا رضي الله عنه في خلافته بوقت خلافته وده أن يأذن كو أذان بدا لمجمعين أن يأذن لمجمعين بني كو إذن بدا جمجمع أن يأمهم في مسجدين كو وراء الجامعة واندا جورا إمام تيركا يعني بني اب مجمع بن مجمع بري امامي مسجد الدرار دي بري امامي مسجد الدرار دي اجا اف ال بشتي كون مسجد الدرار خراب به اف بني عمرو بن عوف اقرب اي هم بوطنا ابي بري امامي مدر بقول اي جبر ورا بي امامي جامع مسجد قباء فقال حس عمر قلت لا ولا نعمه عين ولا نعمة دبرت شو ما نعمة يا رب دايكي ولا نعمة عين معناه مش يا
يعني دعيني دعيني معروف كذا خير تنايا دعيني معروف كذا خير تنايا يعني نعمة مصدر سماعي بمعنى إنعامي أجل نعمة العين بالضم قرتها ويقال نعمة عين ونعام عين ونعامة عين ونعمة ونعم كله بمعنى أي أفعل ذلك كرامة لك وإنعاما لعينك وما أشبهه يعني ولا نعمة عين يعني أبقنجي شكونا شعبي ويناي كرنا أرينا سيد بي قنجي لناكم قنجي لناكم يعني مني يعني لا نعمة عينين يعني قرتها يعني أب شعب خشبون شعب يعني مثلا قرة عين يعني كنت شعبي كيف خشبة كنت شعبي كيف خشبة نعمتك الشعبي برا شبة أو تجيرتنا برا قاد قل بلي قشنك ولا نعمة عين ولا نعمة عين يعني أفعل ذلك كرامة له لك أزيد شتكم جبو خنجياتا نعمتك بشعبي ترى قل بزل بيا إجابة أبيا بويرا نايكرا روح من شمدي نظرة ما بعرف عليها أزي أو بكم أزي بيا مجمع بن حارسة بن إيران يعني أبيا كو حتى عمر جرى وصاقو أبيا زايد بيتشن مني فقال مني أليس بإمام مسجد الدراري أبيا أنا إمام مسجد الدراري بنا أبي قيني إمام مسجد الدرار يبون شوات ينجمرات بين جار كذبرا ولا مسجد القباء يبقى إمام فقال يا أمير المؤمنين أبي أوكم مجمع بيا لا تعجل علي تعجل نكذ حقي مدى وصاء جيران خبر ندى فوالله لقد صليت بهم من راسه لبشياء آل مسجد الدرار المشكل والله يعلم إني لا أعلم ما أضمن فيه والله من زابوان تشتك وان بقلب خدا و شرط بو نیت آوانا خراب من نظام رو بچو پیش آن مشکل ولم اولو علیم تو ما صلیتو معاهم فیهی اگر من نظام بیا و نیت آوان موسا خرابه من نت شد جوی جامی در پیش آن مشکل کرد کنتو غلاما قاریا للقرآنی از گنجه کی بوم و از قرآن خویم بوم و کانو شیوخا لا یقرؤون من القرآن شیئا اوجی اختیار بو ماش قرآن تشتکی نظام بو فعذره بو حضرت عمر عزلي بقبولك وصدقه وتصدقك وأمره بالصلاة بقومه وأمري بك دبي بقومي يقول بيشا قومي يقول مشك أما يعني قومي خوش قومي يقول عجبا أمري بك بكاري مسجد قباي دار بيشا قول مشكي ويقول باشقا جي كدني أو قرمة دتايلي بني مسجد القباية باشقا تشيك درباس نبو يعني قومي ويكا كينا نظام أمرت كده قومي خود كاري المشكي بل بس عيا بريان أبي آية إيش بقولي؟ تزاني هلا بس؟ أبي آية أفهم من السبب يعني أو صحيفة كي بعمنا يعني أنا صحيفة كي. أبي آية تاني؟ إيه بي آية تاني صحيفة كي بقى. لا يزال أمش بقولي؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. مين ميانش جو ما في أخوان ديو تام نيف صحيفة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا بحالة أو بنايا وانا وآبا كلبوا ريبة في قلوبهم تقلم وانا شكوا شبه شكلوا إلا أن تقطع قلوبهم إلا قد شبه وقلب وان ولا قطع كلم قد شوه المعنوية أنا بيشه والله عليم من حكيم خداية على هر زانا ووصله هر شرجيب داراتينه ريبة شكا في الدين ونفاقا بني أبي بنايا شكوا شبه في آبا كلنا بجاية جامية شكوا شبه كلبوا قلب وان شوا وكان القوم منافقين أم قوم منافقون وإنما حملهم على بناء ذلك المسجد شما حمل وان كرس آبا كرنا في جامية كشيكن شبو حمل وان كر كفرهم ونفاقهم كفر ونفاق وان بو حمل وان كرس شيكرنا جامية كما قال عز وجل شوا خدای تعالى قو درارا وكفرا يعني أبي جامية هم ضرار الدم مسلمان هم الكفر كافر زيدت كه فلما هدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا زمان الكفر يوم السلام في جامعة وان خراك او الكفر نفاق وان دها زيده بو شما لما غازهم من ذلك اوه غيزة وان اوه كينة وان دها زيده بو وعزم عليهم او امرسل وان پرگرانم
tasmimen ala nifaqi ev karar litti ya ona lisel münafık diye daha zede bu. Ve maktanil İslami o endi buğdavan kinavan ji İslami na zede bu. Fe ma'na kavlihim la yezalu binyanu min lezi beyne urri bedemi. Hale ewe binaya kuvan ava kir bu kalbi wan da şek u şubhe ava kir bu. Ey cema'na bu çiye? La yezalu debi la yezalu zail nabe hedmuhu ebi helveşandına ve camiye sebebu şekkin ve nifakin zayidin ala şekkin ve nifakin ev şekkul u nifaka kalbi vanda ebi hedmu ebi hedmahane ve şekku ev ki bu sebebi kud hazelek la yezulu vesmuhu an kulubihim evi damgavi je kalbi van hiç zail nebiye ve la yedmahin ve eseruhu او او تأثيره اتيوج هي المحلان نبي يوخ نبي إلا أن تقطع قلوبهم قطعا حتى كو قلبي وان فرشب فرشش نبي جيدا نايا إلا كو قلبي وان فرشب هي بزول جيدا بالتأثيران يعني معنى وي اوه تدي دبي 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 روح تشخ مدن وهو تشخماز ابانا جي حتى كو روح جوان درني او قلبي وان فرشب فرشب نبي جي اوه به نفاق و به كفر جدا نايه و تفرق اجزاء من قطعا عند قطع قطعا و تفرق اجزاء قلبه هو ما برتشا برتشا فحينئذ يسلون عنه اوه او شغي جير حت ببنا تسلي اجس تسليت يا فحينئذ يسلون عنه او شغي تسلي ببن او رحات ببن هي قلبه هو نحطه برتشا برتشا نبه او جبيه منافقتي رحت نابه أما ما دامت سالمة مجتمعة فالريبة باقية فيها متمكنة أما بو قلبي وان ساغلمو وسط ساغلمو من التوب من يكبر شكي با أما شكاني أي باقي با وطيرا جي قرتي با كسل لك لجيدر ناي فيجوز درست أن يكون أما وأما ما دامت اما يعني ما هو قلبي وانكو برشه برشه ببه اوه افشه بجه داري يك يكيرا دي اوه فكره سريتا درناي حتى ازوي سريتا حتى ازوي سريتا هور لن كو ازوي سريتا هور بكم اوه هبه فكره جه داري ها واما ما دامت سالمتن قلب مجتمعاتن اما قلبي وانكو ساغلن بساغلقلي بلجيقو بطوب ببرشه برشه نبه اوه شغي فرعي بتو باقية تبي متبكينة تمام انا عجلك تمام حق على اه فيجوز ان يكون الذكر التقطيعي شما قضيت على الذكر كي التقطيعي بيرتش بيرتش نقل تصويرا لحال زوال الريبه عنها قضيت على وي حاله في شبيك وانجخ تشواجي دري تانية جرى وصا تشتكي كبنا وجلي مريض يا جاني مني وصا اشلميش الذكي بالبيع وحتى توي بيرتش بيرتش نكي او تجيناتش ا اجرب عالم التصويره وتقطيعه جاء جبو في شبهه كتي قلبي ووصجي كتيك وانجر او قلب فالشبهه هيجد زوالا في شبهه انجر فالشكلنا قلبه وقلب فالشنه بجنج ويجوز وصاكو جي كتيا ويجوز ان يراد حقيقه تقطيعها جل شك قطع كرنا قلب وما هو كاين منه وتشك برا القلب او شيء بی قطعیم بکشتن آن خدا یعنی قلب به خسگیری نکشتن آن کوری کشتن یه هم دوچه داری او فی القبور یا که من قبره او فی النار یا که من آگه و قریه یقطع یقطع بالیایی هاتی خوندن و تقطع بله یقطع بشده و بیه و تقطع بتخفیفی و تقطع بفتح تای بمعنى تتقطع یعنی سفر چه پرچه يعني قبولها بشكل لخب كذا درس وتقطع قلوبهم على أن الخطابة وتقطع قلوبهم وتقطع بك قلبهم على الخطابة للرسول صلى الله عليه وسلم أي إلا أن تقطع أنت قلوبهم من قتله تقلبهم بشكل يعني التوام كشي وقرأ الحسن حسن بصري خندية إلى أن خندية وفي قراءة عبد الله ولو قطعت قلوبهم ولو إلى أن نقول يا إلا منين هذا آمدا إلا إسنايا حسن بصري بإلا جارة قل يا عبد الله بن مسعود بلو حرف الشرطي قل يا ولو قطعت قلوب قلبي وانجي قطع بك ديسا أب منافق تجدرنا
وعن طلحة ولو قطعت قلوبهم. اجى بشدهم ليه؟ على خطاب الرسولي او كل مخاطب. هل مخاطبته ولو تقطع قلب منافقه قطع جبكي لسه منافق جذرناه. وقيل معناه الا ان يتوب توبه الا قد توب بك بتوبك قد تقطع به قلوبه. توبك وسك قلبي وان عيني بقطع بب ندما واسما على تفريطه وپوشمانی و حسرت اگه بکشین نسبت به تقصیراتی اگه طرف خدا تقصیراتی کرنه یعنی دبی و قصا و سا گریا و سا گریا تا گوه که قلبی پرچه بیه اوجی او قصد سر بی حاله خود یعنی بگرین و او بکن که قلبی وان پرچه بیه هی بزول منافقی جه داری بیه داوش بله حتی برا بسد تبزی خوشبون و